اهلا بحضراتكم من جديد والجزء الاخير من برنامج الترند وهذه التغطيه الخاصه والحصريه المتعلقه بانطلاقه الاهلي غدا في مباراه كاس السوبر المصري للانديه الابطال. الجزء الاخير جزء مهم جدا لانه في صلب الموضوع وفي صلب محتوى برنامج الترند وهو متعلق بالسوشيال ميديا. السوشيال ميديا فيها تفاصيل كتيره وفيها لوغاريتمات كتيره وفيها دهاليز كتيره قوي قوي قوي، ولكن صناع المحتوى اللي بيقدموا ترند ايجابي قليلين جدا. احنا هنا بما ان هنشتغل بمبادئ وتقاليد النادي الاهلي هنشتغل على السوشيال ميديا بس بما يتوافق مع عائله الاهلي، مدرسه الاهلي. طب هنشتغلها ازاي؟ بالترند الايجابي. هنبدا نستضيف صناع المحتوى اللي بيشتغلوا بشكل ايجابي جدا عشان في النهايه يكون الهدف من ده حاجه ايجابيه للمنظومه الرياضيه. النهارده واحنا بنبدا هذا الموضوع اكيد لازم يكون عندنا واحد من اهم صناع المحتوى ومحبب بشكل كبير جدا لدى جماهير النادي الاهلي، الاستاذ احمد قيشو. ابو حميد منور الدنيا. اهلا بك استاذ محمد، متشكر جدا على المقدمه الجميله دي يعني، وانا بجد بجد مبسوط اني معاك، ويعني الف مبروك على عوده البرنامج، وان شاء الله كده تكون موسم موفق لينا وللاهلي ان شاء الله يعني. طب مش محتاجين بقى نعمل احماء ونسخن؟ اكيد. ننزل الملعب على طول. السوبر المصري وتاريخه والبدايات كانت فيها حاجات تفاصيل غريبه. البدايات طبعا كان فيها كلام كتير يعني، يمكن بس بنقول كده احصائيه يعني، ان الاهلي لغايه دلوقتي قبل انطلاق الموسم الجديد من البطوله يعني 14 بطوله مقارنه باربع بطولات فقط للزمالك، نصفهم ضربات ترجيح. نصفهم؟ يعني اثنين يعني، اثنين هم اخذوا اثنين وقت اصلي واثنين ضربات ترجيح. اوكي. تمام؟ فالمفارقه ان الناس اللي دايما تقول لك انه احنا بطولاتنا حلال، الزمالك البطولات حلال واحنا بطولاتنا بمساعده الحكام، تقول المفارقه ان الاربع بطولات للزمالك فيهم اما حالات تنظيميه ودي هنقولها. أوكي. واما حالات تحكيميه في ثلاث بطولات من الاربعه. اول بطوله بطوله 2001 دي اول نسخه اصلا من السوبر الاهلي اعتذر عنها، كان في مباراه خارجيه واتاخر كده في الوقت، فالاهلي اعتذر وكانت لسه طبعا اول نسخه ما كانش ليها الاهميه يعني، ما كانش اتعمل لها لائحه ولا حضر لها حاجه ويلا نلعب السوبر وخلاص. بالظبط. فالاهلي اعتذر فشارك بدلا منه نادي غزل المحله. نادي غزل المحله شارك والمباراه كان زي ما تشوف كده سجل بالفعل هدف. في مباراه انتهت بفوز الزمالك باول سوبر 2-1، لكن سجل الهدف اللي احنا شايفينه ده. ورغم كده اتحدى اي حد يقول لي ده الهدف ده اتلغى ليه. مفيش. جمال الغندور كان هو الحكم. بالظبط كده، وهيطرد هيطرد اللاعب اللي ادعى لاعبي الزمالك ان هو لمس الكوره بايده. سامح زكي اعتقد لاعب المحل. بصراحه مش أمير. متذكر الاسم بس في الاخر هو امير صلاح زكي. امير صلاح زكي. بص حضرتك بيقولوا ان هو في لمسه يد. فين لمسه يد؟ محدش، هو لاعب الزمالك هو اللي بس بيقولوا اللي في لمسه يد. لا بس لمسه يد ازاي هتبقى بالقوه دي وتخش المرمى بالشكل ده؟ لا هو بيقول لك لمسه يد على اللاعب رقم 17 اللي هو الاول اللي هو في العرضيه، مش اللي جابها، مش اللي جابها بيده. مش اللي جابها بالراس يعني. لا هو اللي هو بس بيعمل جامب ده. هو اللي بيعمل جامب ده، فهو بيقول ان هو بيقولوا يعني اننا في لمسه يد. طبعا مش موجوده. اللي رفع ايده في الاول خالص. رفع ايده في الاول خالص ده هو ممكن كان حاول يلعب لمسه يد بس في الاخر ما جابهاش. فانت مش بتحاسب على النتيجه. انت نيته يعمل ضرب لمسه يد مش كده. انت هو في الاخر ملمس الكره بايده. اوكي. فعدت منه وراحت لزميله جابها بالهيد جول. فطبعا راح الراجل راح يقول له ما عملش حاجه. فللاسف اتطرد و اتلغى هدف صحيح لنادي غزل المحله اول بطوله سوبر وفاز الزمالك باول بطوله سوبر. خطا للاسف مش متداول على السوشيال ميديا، وبشكر اصدقائي يعني محمد صلاح ومصطفى الصواف اللي هم القوا الضوء على الحاجه دي. هو دي من السوشيال ميديا، رجاله الاهلي في السوشيال ميديا يعني. فاحنا دلوقتي بنحب احنا لو احنا عايزين نهتم باخطاء التحكيم زي ما الزملكاويه يعني زهقونا بهدف حسن شحاته وكانه مفيش اخطاء تحكيميه فادحه في ماتشات حتى القمه، وعلى فكره هنستعرضها ان شاء الله في فقره ثانيه ان شاء الله. ده هدف الكابتن حسن اصلا ما كانش ليه تاثير على نتيجه الدوري. بالظبط. اصلا كمان. بالظبط. لا وبعدين انت لو بتتكلم عن فداحه الخطا فياما ياما الاهلي تضرر من اخطاء تحكيميه فادحه. يعني كابتن محمود الخطيب اتلغى له جون في نادي الاتحاد السكندري في استاد اسكندريه قبل نص الملعب. بدعة تسلل. هاي تسلل يعني ما مش ما ليه وكان في لعبه لعلاء ميهوب جاي قبل نص الملعب. بالظبط. ده في ماتش اللي هو برضه الزمالك برضه. بالظبط. الزمالك. بالظبط. بالظبط. وفي برضه حالات وفي مثلا في ماتش في دوري 87 88 برضه اتلغى، ما حدش عارف هو اتلغى ليه، لا هو تسلل ولا هو فاول ولا في اي حاجه. فنرجع للسوبر وبرضه سوبر تاني
في بقى هنا اعتراف رسمي من الحكم ماتش اللي هو 2017، لم يحتسب الحكم ضرب الجزاء صحيحة لعبد الله السعيد لما كان طبعا لاعب النادي الأهلي في المباراة دي، من عرقلة من أحد لاعبي الزمالك دخل 18 ضرب الجزاء. أقر بها حكامنا خبراء التحكيم مثلا بكابتن احمد شناوي وباقي الخبراء، والحكم بنفسه، ولا يعني ما فيش يعني اعتراف سيد الادله صحيح، فالحكم بنفسه الحكم الشيكي اعترف ان هو لم اخطا يعني في عدم احتسابه ضرب الجزاء للنادي الاهلي، والاعتراف ده موثق بالصوت والصور لما كانوا سجلوا معاه في المطار. بالظبط، ايوه فاكر الوقت دي بالظبط كده. فاذا احنا بنتكلم عن خطا تحكيمي، الزمالك فاز بضربات ترجيح يعني ده فوز بس كده ايه اعتباري يعني اللي هو ضربات ترجيح يا جماعه، عشان بس في ناس كتير ايه انا اسف يعني بتدلس في الحته دي. ضربات ترجيح يا جماعه هي اسمها ترجيح، زمان كان بيتم كفه على حساب كفه، بالظبط بترجح فريق على حساب فريق. بالظبط، زمان يعني في قبل لغايه الستينات تقريبا كان بيتم لعب المباراه مره ثانيه صحيح، وتعادت مره ثالثه، يعني في ماتشات بتلعب 4 مرات عشان تتحسب اي فريق يفوز. فبداوا يختصروا الموضوع ده بضربه الترجيح، تمام، فدي مش فوز او هزيمه لاي فريق. وبعد كده في اخر 2020 برضو في الزمالك فاز بضربات الترجيح، والفوز ده كان اليو باجي ضيع ضربه جزاء اخيره للنادي الاهلي، كان تصدى ليها ابو جبل بتصدي غير شرعي، لان يعني هو تقدم، برضو موجود صوره هنا معانا اهو، تقدم عن خط المرمى. بالزبط. وعلى فكره الحاله دي كان موجود فيها فار، يعني كان في فار في المباراه دي. مظبوط، فاذا هنا كان لو في الفار مفعل كان لازم لو هو صدها ما تقعدش بره تتعاد تاني، هو صدها فلازم تتعاد. فاذا احنا بنتكلم عن 3 بطولات من اصل 4 للزمالك، 3 فيهم اخطاء تحكيميه، اخطاء مؤثره كمان، اخطاء مؤثره طبعا. ما هو ده اللي احنا بنتكلم، اخطاء مؤثره في توجيه البطوله ومسار البطوله. نروح للبطوله، ده الشق التحكيمي، الشق التحكيمي. الشق الاداري بقى، لان اكيد بطوله السوبر لما بدات كان فيها تفاصيل كتيره. بالظبط، هل بطل الدوري او بطل الكاس كانوا بيشاركوا بنسبه مؤكده كابطال بطولات ولا كان فيها تفاصيل؟ بالظبط، هنا بقى بدايه لسه النسخه الثانيه سنه 2002، كان الاسماعيلي بطل الدوري 2001 2002، والزمالك بطل الكاس. فالاسماعيلي بطل الدوري، قال لك زي ما انت مثلا وقتها بطل دوري ابطال والكاس الكؤوس اللي هو بعد كده بقى الكونفدراليه، بيتلعب في السوبر الافريقي، بيتلعب في ارض بطل ابطال الدوري. فاذا قال لك انا دلوقتي بطل الدوري، فبالمقياس يبقى برضه يتلعب السوبر في ارض بطل الدوري في استاد الاسماعيليه. فطالب بحق، الاسماعيلي طلب بحقه في لعب المباراه على ارضه. لكن اتحاد الكوره رفض وقال لك لا، مباراه السوبر تتلعب في استاد القاهره اللي هو في الحقيقه استاد الزمالك، استاد نادي الزمالك وعنده الجماهيريه وعنده الحضور. فالاسماعيلي اشتكى ومحدش استجاب، فهدد بانسحابه وفعليا انسحب، واتحاد الكوره طبق له غرامه تقريبا. طب الزمالك ما حاولش، طب بما ان العلاقات جيده مع الاسماعيلي، انه يساعد شويه؟ هم بيقولوا ان هم ولاد عم، بس الحقيقه على ارض الواقع، في ارض الواقع يعني هو عبد المصلحه ما بيعرفش اخوه. يعني الزمالك لعب مع نادي المقاولين كان خامس الدوري وقتها، يعني برضه الاهلي اعتذر ونادي غزل المحل اعتذر، لغايه ما نادي المقاولين خامس الدوري قبل ان هو يلعب المباراه دي، وخسر طبعا 1-0. لكن هنا المفارقه بقى، الناس عشان احنا ما بنتاجرش بالمواقف دي، بس ده تاريخ، نجي نقيس المباراه دي مع مباراه ثانيه ما بين الاهلي والاسماعيلي. نرجع نهائي كاس مصر، فاينل الكاس. بالظبط، كاس مصر، كاس مصر نهائي كاس مصر 97. المباراه دي نفس الكلام، نادي الاسماعيلي كان المباراه هتلعب في القاهره، بس نادي الاسماعيلي كان عنده رجاء انه يا جماعه احنا عايزين نلعب المباراه العصر شويه، مثلا الساعه 4 او 5، عشان جمهور الاسماعيلي يقدر يرجع في القطر. ده كان الطلب مباشر كده يعني. فالاتحاد الكوره هنا رفض برضه، قال لك لا، استاد القاهره جاهز، عنده اضاءه ليليه ويلعب تحت اضواء كاشفه. فاتحاد الكوره رفض طلب نادي الاسماعيلي، دي نقطه مهمه. لكن النادي الاهلي يعني توسط كده وقال ان احنا ما عندناش مشكله، كابتن صالح سليم كلم الكابتن رئيس نادي الاسماعيلي وقال له ما عندناش مشكله، واحنا هنضغط معاكم عشان تتلعب المباراه العصر، احتراما وتقديرا لجمهور الاسماعيلي. وادي المانشيت اهو، صالح سليم رئيس الاهلي والاسماعيلي يوم 30 مايو 97 في اهرام الجمعه. بالظبط، يعني طفوا حريق اشعلت البعض مع سبق رساله الترصد، صالح سليم الحرب من اجل الاسماعيليه وجماهيرها.
يعني كان بيساعد الاسماعيلي انه يلعب المباراه في وضح النهار. وبالفعل الاهلي وكانت خناقه الاسماعيلي، بس الاهلي دخل مع الاسماعيلي ضد اتحاد الكوره بالظبط، والاسماعيلي فاز في المباراه دي. ورئيس نادي الاسماعيلي بعد المباراه اهدى اللقب واهدى الكاس للكابتن صالح حسين، طبعا اهداء اعتباري يعني مش اهداء للكاس على روحه الرياضيه. بالظبط اهداء على روحه الرياضيه، لان هو ادي الموقف يا جماعه، الاهلي ما تاجرش بموقف، لا الاهلي عمل حاجه محترمه واعطى الاسماعيلي حقه اللي هو طالب بيه. ما انا فاكر هو مش حق في المطلق، بس عشان التماس نادي الاسماعيلي الاهلي تقبل ده، والاهلي لعب والاهلي خسر، بس ما عندناش مشكله لانه احنا ما بنتاجرش بمواقف ولا بنقول ان احنا شعارات مش قدها. الحاجات التاريخيه دي يا جماعه على فكره يعني ما ينفعش تتنسي، ولازم الناس تركز فيها وما تنساهاش. الواقعه اللي بيتكلم عليها احمد قيش دلوقتي، وده دور صنع المحتوى على السوشيال ميديا، وقعه الزمالك والمحله في اول بطوله سوبر، وكان المحله المفروض مش هو اللي هيشارك صح، وبتقارن وقتها بواقعه الاهلي والاسماعيلي في نهائي كاس مصر. شوف هنا ازاي انك بتوقف مع الاسماعيلي وبتوافق على المشاركه، وهنا الاسماعيلي ليه رغبه ان اول لائحه لاول بطوله اديها تتلعب في ملعب بطل الدوري، ده زي بطوله افريقيا بالظبط، السوبر اللي فيه كان بيتلعب بنفس الشكل. فاكيد النقاط التاريخيه دي مهمه جدا، واحنا بنتكلم على مباريات كاس السوبر والبطولات من اول نسخه ليها لغايه النسخه الحاليه اللي هتقام بشكل جديد بمشاركه اربع انديه. طيب معانا ايه تاني النهارده؟ معانا طبعا يعني لو احنا هنتكلم عن مباراه بكره الاهلي وسيراميكا، فتاريخ المواجهات بيقول ان في تفوق كاسح للنادي الاهلي، 7 انتصارات للنادي الاهلي مقابل تعادلين يعني ما بين الفريقين بلا اي هزيمه الحمد لله للنادي الاهلي. لكن في مفارقه هنا، ودي يعني لازم ناخد بالنا يا جماعه، انه اخر مباراتين الاهلي لعب مع سيراميكا اخر مباراه في الدوري فزنا 4-1، فوز مريح ده في الدوري. في الدوري، لكن سبحان الله طمني بقى على السوبر، المباراه اللي قبلها على طول كانت السوبر 1-0 في اخر دقيقه 94 من الوقت بدل ضايع. وطبعا الكره اون جول، يعني الكره كده مجهود فردي رائع من امام عاشور، فضل كده يعدي كده من الناحيه الشمال واخترق وعمل الكوره جت في العارضه وخبطت كده اون جول اتسجلت. فالمفارقه هنا دي يا جماعه، مباريات السوبر مباريات الكؤوس النوك اوت الخروج مغلوب بتبقى مباريات يعني بتتقارب فيها المستويات، وزي ما شفنا حتى مثلا السوبر الافريقي يعني احنا على الورق الاهلي اتقل لكن بالفعل الزمالك فاز بالبطوله. فاذا هنا لازم ناخد بالنا انه المباراه مباراه صعبه، واللعيبه طبعا اكيد عارفه ده، وزي ما يعني زميلنا في قبل المباراه كان بيتكلم ان هو لا في استعداد يعني على زميلنا فاروق صلاح في قناه الاهلي هناك في الامارات، طمنا على حاله الفريق والاستعدادات والتجهيزات بالظبط. فواضح ان هو اللعيبه مركزه، ولازم يا جماعه نركز لان احنا ما عندناش جمهور الاهلي ما عندوش استعداد لخساره البطوله دي، مش عشان قيمه البطوله، احنا معانا 14 فمش هتزودنا ل 15، لكن احنا ما تعودناش ان الاهلي يخسر بطولتين زي ورا بعض. ده شيء المشكله بال 15 بالظبط وال 16 وال 17 ان شاء الله تكون البطوله ال 15، مع ان احنا برضو عندنا يعني تخوف شويه بالنسبه لي، دايما بتخوف بصراحه من الحكام المصريين، يعني حكام المصريين خصوصا برضو زي ما كابتن ناصر عباس كان بيتكلم ان هو، وحضرتك برضو اتكلمت في المقدمه عن فكره ان احنا يعني الحكام في ناقص حكم، يعني في حكم 5 و6 يعني ازاي 6 هنا و5 هنا، طب السادس اللي هنا هيجري بسرعه على الخامس، هيطلع ياخد اتوبيس مثلا ولا ياخد عربيه ويطلع على الماتش، ولا بالزبط. محمد فروه هيكلم الجانب الاماراتي يوفر له حكم ايفار، طب ما كنت تاخد حكم مصري من هنا بالظبط، يعني مش من ايد الحكام، انت بالزبط. عندك حكام 6 و6 وقصاد يعني برضه كابتن ناصر عرض ان هو الموسم اللي فات كان 14 فانت يعني انت بتقل ولا بتزيد، يعني انت بتزود الحكام. الغريب بالنسبه لي يا احمد ان ما حدش مركز، ما حدش واخد باله بالظبط، يعني التوقف حكم فار مساعد ده وظيفه، يعني حكم فار مساعد ده وظيفته اصلا التسلل وان هو ياخد باله. وطمن الاعلان عن تواقم الحكام، والحكام سافرت والفرق سافرت والناس موجوده والاستوديوهات شغاله والناس بتتكلم، وناسين اهم حاجه ازاي ماتش فيه 6 وماتش فيه 5، ده في عجز في الطقف يعني في عجز في مباراه الاهلي وسيراميكا يا جماعه، هيتحل ازاي؟ وانا هبقى قابل ان في حكم يجي في ماتش زمالك وبيراميدز مثلا ايه فار او مثلا مساعد في الملعب يعمل مشكله، او واروح اجيبه في ماتش الاهلي وسيراميكا هو اصلا ممكن يكون مش مركز بقى خلاص مش مركز، ما هو عنده مشكله في المباراه الاولى، ازاي هيركز واصلا قاطع مشوار حتى لو الملاعب جنب بعض؟ لا الموضوع كله على بعضه تركيبته يعني مش احترافيه، لا لا مش احترافيه خالص بالظبط. وبرضو احنا بمناسبه النهارده قرعه الدوري، بس قبل قرعه الدوري سريعا كده، انت عندك امين عمر محمود ناجي احمد الغندور محمد معروف، مين اكتر حكم في الاربعه عنده سوء حظ مع الاهلي؟ يعني هو المفارقه ان هو اشهرهم كابتن امين عمر، يعني بجد يعني حتى ده عارف ده عكس اللي بيتقال، ده ناس تقول لك ايه اصل الاهلي مش عايز معروف عايز امين عمر،
اصل الزمالك عايز معروف بس مش عارف انت ايه، يقول لك كل، لكن الاهلي، طب ما هو الاهلي هو سيء الحظ مع امين عمر. الاهلي سيء الحظ حتى في ماتش قمه يعني احنا بنتكلم ماتشات مهمه، ليه في ماتشات مهمه يعني حتى مش ماتشات مثلا تحصيل حاصل، لا ماتش قمه اتلعب وانتهى بتعادل الفريقين، وكان حكام مشاهير، كابتن امين عمر حكم ساحه وكابتن يعني محمود عاشور حكم فار، والكوره فيها واضحه جدا ان في دهس من احد لاعبي الزمالك على قدم رامي ربيعه في كوره كده في كوره ركنيه هي يعني، لكن الحكم طبعا دي صعب على امين عمر، لكن هي مسؤوليه حكم الفار الاشهر في مصر، هو دايما بيقول لك ده حكم وراح في افريقيا وكان مشرفنا وكل الكلام ده عليه وعلى راسي، بس في الاخر ليه بيعمل ايه معايا؟ فكابتن امين عمر كان طبعا اخطا وبمساعده الحكم الفار محمود عاشور وكان غير موفق، وكذا خطا تاني برضو تقريبا برضو في ماتش البنك الاهلي وسيراميكا وغيره من اخطاء كان فيه، بس الحمد لله بتعدي، لكن المشكله لما بيكون في خطا في ماتش قمه او ماتش يعني نهائي او حاجه أكبر. بيكون تاثيره طبعا يعني حتى جماهيريا، لكن طبعا نتمنى لهم التوفيق اكيد. النادي الاهلي يعني قطع ثقته للحكام المصريين، احنا دايما بنطالب بحكام اجانب بصراحه، لكن المره دي كان في سياسه من مجلس الاداره وضع الثقه في الحكم المصري عشان عندنا كاس عالم والحكام المصريين مرشحين بالزبط. وتبقى فرصه عظيمه ليهم بقى يستغلوا الفرصه دي. يا ريت يعني اتمنى نفسي الحكام والله، انا يعني انت حضرتك تشهد ان احنا الواحد بيقول لي ليه وعليه في موضوع الحكام أكيد. ولو في حكم عمل انا اخطات مثلا في الحكم انا بعتذر له اصلا يعني. بس انت قلت مفاجاه والله للناس، انا عايز اكدها تاني يعني بالاحصائيات الخاصه باحمد قيشو امين عمر اللي جمهور الزمالك بيقول لك ده حكم بيحكم دايما للاهلي، هو سيء الحظ وكل نتائجه مع الاهلي سلبيه ولازم يكون في حالات تحكيميه، فالقصه يا جماعه يعني ورقه وقلم كده ونقعد نحسب مع بعض هتلاقي القصه عكس اللي بيتقال خالص يعني. بالظبط. طيب فاحنا كره الدوري بقى. نعم كره الدوري يعني طبعا النهارده يعني حاجه منتظره كره الدوري وخصوصا بشكله الجديد ده يعني خلاص احنا هرمنا عشان نظبط الدوري شويه اخيرا، بس برضو ما هو اخيرا الغريب ان مفيش مواعيد. طب احنا اهم حاجه اصلا المواعيد، انتوا اصلا بتقولوا لنا الدوري هيبدا 30 اكتوبر ينتهي 30 مايو او يونيو تمام، فطب ماشي فيني مواعيد بقى؟ طب انت عندك، طب انت عندك الجدول البدايه والنهايه، قول ايه المواعيد على الاقل؟ مواعيد 17 مباراه اللي هو الاولى بس انت عملت القرعه عليهم النهارده، ومناسبه عشان برضو كالعاده السوشيال ميديا يعني غير الاهلاويه بتطلع كلام لتشكيك لمجرد تشكيك، فقال لك ده إيه؟ قال لك ده الاهلي مرتاح والزمالك هيخرج بره ملعبه اكتر من الاهلي تمام. هو برضه من حيث مبدا انا عندي مشكله مع يعني المسؤولين على استاد القاهره ان هم ليه من الاصل موافقين ان في خمس انديه تلعب استاد القاهره. انا لاحظت فرط الجدول بيتقال الاهلي في استاد القاهره، الزمالك استاد القاهره، مودرن سبورت استاد القاهره، البنك الاهلي استاد القاهره، زد في استاد القاهره. بالظبط. وادي قدامنا هي الجولات بالترتيب من اول الجوله الاولى. بالظبط. اتفضل يا احمد. فاذا احنا هنا عندنا لغز يا جماعه، انتوا استاد القاهره ده التحفه اللي عندنا. ده يعني اللي هو الحاجات التاريخيه والواحد بيحب دايما يتفرج على مباريات الاهلي في استاد القاهره. طيب انت دلوقتي لازم يكون الاستاد ده في افضل صوره وافضل نجيله للعيبه عشان الاصابات، فانت بتهلكه خصوصا المنتخب برضه بيلعب، سواء المنتخب بقى بكل الاعمار السنيه بالناشئين بالشباب بالاولمبي بالاول كله بيلعب حتى التدريبات بتلعب عليه، فاذا انت بتهلك الاستاد وبترجع تقول بعد كده ان انت بتغلقه للاصلاحات. طب وليه من الاول؟ ليه اصلا يكون في اصلاح ما تعمله من الاول يبقى حافظ عليه؟ يلعب ناديين ثلاثه بالكثير مع المنتخب وتاريخيا هو الاهلي والزمالك بيلعبوا عليه. انا اتمنى يكون في كامل الجاهزيه قبل مباراه العين يا رب ان شاء الله. نتمنى طبعا بإذن الله. نتمنى باذن الله. لكن تعقيب بس على السوشيال ميديا اللي كانت بتقول ان هو الخروج، فالاهلي والزمالك الاثنين هيخرجوا، كل فريق هيخرج اربع مرات بس من القاهره. ده في الدور الاول. في الدور الاول هو 17 الجوله اللي طالع، اعتقد هيبقى نفس الكلام في الدور الثاني لانه هيلعب على ارض في الدور الاول. بالزبط. مع الفريق ده هيجي الدور الثاني مثلا اهلي واتحاد لعبوا الدور الاول في اسكندريه، الدور الثاني مباراه في القاهره. بالظبط كده. فالاهلي بقى الاهلي هيلعب اربع مباريات، المصري وفاركو والاسماعيلي والحرس في برج العرب، والزمالك هيلعب سموحه، المصري وفاركو برج العرب، وغزل المحله في المحل. فما فيهاش اي يعني ايه، مع ان الموضوع كره عشوائيه بس سبحان الله ظبطت ان هي 4-4 الحمد لله، عشان الناس اللي دايما كل حاجه عندها امر المظلوميه والمؤامره الكونيه، مؤامره الاي اي يعني احنا ندخل بقى مؤامره الحاج عامر اللي كان بيتهمه ظلما بمجامله الاهلي ونروح مجامله مؤامره الاي اي، فيعني حاجه غريبه جدا بصراحه، حاجه غريبه جدا. هختم معاك بكلمه سريعه، تصريحات المهندس هاني زاده تاثيرها في السوشيال ميديا شفت تاثيرها ازاي، وتاثيرها على المنظومه ممكن تتفتح فيها كلام ولا الموضوع يعدي كده عادي؟ هو للاسف كل حاجه في ما يتعلق بالبيت الابيض بتعدي يعني الزمالك لما بيكون في تصريحات اعترافات حره ومباشره من احد المسؤولين زي مثلا هاني زاده اللي هو مش مسؤول في الزمالك، لا مسؤول في رئيس منطقه الجيزه وبيتكلم عن قطاعات سنيه وبطولات
للقطاعات السنيه دي ومدربين واسماء لاعبين كانوا ممكن اصلا يقول شنبات هو حسب تعبيره يعني بالظبط. فاذا الراجل ده اعترف على حاجه تلاعب واستغلال وظيفته ومركزه الوظيفي لخدمه نادي بعينه. فين بقى اتحاد الكوره؟ اتحاد الكوره لا يرى لا يسمع. فين لجنه الانضباط؟ ما وفين الاعلام؟ هو فين الاعلام؟ وفين الاعلام؟ الاعلام اللي هو بيركز حتى مع نصف الحقيقه. يعني ملف طبعا الموضوع ده انتهى شويه، الترند ده انتهى شويه دلوقتي، يعني هو ترند مثلا اكبر قلعه رياضيه في مصر. الناس كلها اولا بدات تتعامل مع الموضوع وكانه واحد يقول لك ليه الاهلاويه زعلانين؟ انا زعلان يا احمد، بس انا للاسف وقتنا بيجي بسرعه. احنا ما عندناش مشكله في كل واحد يقول على نفسه اللي هو حر، يعني هو حر مفيش مشكله، هي الفكره فيما بعد الكلمه واللي بالزبط. مش عاجبه مش عارف هو دي النقطه بقى بالظبط، هي دي النقطه الناس ناسياها مش واخده بالها. للاسف الاعلاميين اللي هو اصلا كان في حضورهم الكلمه دي طلعوا بعدها يقول لك عادي ما حصلش حاجه، ما قالش حاجه الراجل. فهو دي المشكله، ان هو طبعا الكابتن حسين لبيب قال الكلمه دي كذا مره عادي، واحنا حر عادي. يعني هو على فكره هو مش حر، يعني عايز اقول لك بقى ان هو مش حر لان في الاخر ما انت معلش انت ما تدخلش ما تقولش على نفسك حاجه. بص يا احمد، هي في الاخر شعارات بالزبط. شعارات، لكن في الاخر هل بطولات؟ هل القاب؟ لا، لكن الكلمه اللي بعد الشعار ده هي مش مقبوله. هو دي فعلا، هو ده اللي فعلا مسخن الناس عليه، لكن للاسف السوشيال ميديا اللي بتسخن واللي هو انعكاس الناس بشكل مباشر، لكن الاعلام الرياضي المفترض فيه الحياد لكنه للاسف غير محايد. يعني للاسف احمد قيشو نورتني وشرفتني. لا انا شرف ليا والله، سعداء بوجودك على شاشه قناه الاهلي، ويمكن واحد من صناع المحتوى المهمين جدا على السوشيال ميديا. ويمكن عايز اقول لحضراتكم حتى وانا عمال اتصفح كده في الصفحات وبشوف السوشيال ميديا ردود فعل ايجابيه جدا بحضوره النهارده وكلامه، لانه بصراحه انا مش هنسولف مره في واقع هو بيتكلم على حالات تحكيميه كان انتقد الكابتن محمد عادل بالزبط. وبعد ما عرف ان هو اخطا في يعني تحليل لعبه معينه اعتذر له على العام وعلى السوشيال ميديا. فموفق يا احمد. شكرا لك. وان شاء الله باذن الله تكون في حلقات واضافات الفتره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله اتشرفت بوجودي معاك. طبعا في الختام بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده. كانت حلقه استثنائيه خاصه بمباريات السوبر المصري وانطلاقه الاهلي غدا امام سيراميكا كليوباترا. باذن الله الانطلاقه الخاصه بالفورمات الجديده بالاضافات اللي هتشوفوها في برنامج الترند بدءا من يوم الاثنين المقبل. مواعيدنا هتكون من الاحد للخميس، طبعا بكره في ماتشات فمش هنكون معاكم، لكن من يوم الاثنين هنكون معاكم ان شاء الله، والبرنامج من الاحد للخميس من الساعه 6 للساعه 7:30 ان شاء الله. هتشوفوا فيها مفاجآت، اخبار، انفرادات، حاجات كتيره جدا زي ما انتم متعودين معانا على شاشه قناه الاهلي. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، والى اللقاء في حلقات اخرى قادمه باذن الله.